عندي كده بصوا فراخ بقى ايه فيليه، وكنت هعملها ايه بقى يا شباب، كنت هقليه عادي، عندي الفراخ والبيض والبقسماط. طيب ايه، ما هو ده مش هيرميني كتير، ده انا جاي لي ناس كتير قوي، ده انا عندي عزومه يعني شباب جاي كتير. طب ممكن ابقى بعمل ايه عشان اخلي النص كيلو بانيه ده يبقى كيلو، يبقى كيلو ونص، ممكن اعمل ايه؟ هقول لكم حالا دلوقتي. عندي البانيه وبقسماط وبصل بهارات، ملح وفلفل قرفه وجنزبيل، واديها معلقه بابريكا، اديها ايه معلقه بابريكا حلوه كده بتدي لون حلو للبانيه، وممكن اضافه قليل من الدقيق، يعني ممكن نحط معلقتين دقيق، وممكن اضافه عيش ليها زي ما بنعمل بالظبط في الكفته، ده ممكن نعمل كده، وده اللي هعمله دلوقتي. يعني عندك يا اما تضيفي شويه دقيق، يا اما تضيفي عيش، يا اما هنكمل ببقسماط. فانا هضيف معاكم برضو ايه، رغيف عيش حلو محترم كده، وايه افرمه كويس، طحنه محترمه. تعالى رايح فين، سنه ميه صغيره، عيش بايت عيش طازه اي عيش، سنه تقولي ربع كوبايه ميه، ربع ميه مش اكتر من كده. يا اما ممكن تبلي العيش وتعصريه حلو قوي في ايديك، يعني ممكن تبليه وانت عصراه جامد، يا اما تعملي الحركه دي. خلاص حطي معاها بقى البصله، طبعا مش مهم تكون مفرومه كده، ممكن تقطعيها يعني اربع تربع وتحطي هنا، بهارات معلقه بابريكا قرفه وجنزبيل ملح وفلفل، ماشي، نطحن ده كله مع بعضه الأول. هحط هنا كمان بيكنج باودر، متنسهوش ده كنت هنساه كده دلوقتي برضه، معلقة صغيرة مليانة، معلقة صغيرة بيكنج باودر. ناخد بقى البانيه بتاعنا، الفيليه، فراخ الفيليه، مش هعمل كل ده كمان، ده انا هوفر منه كمان، كمان هوفر منه اهو، نص خط نص بس، وهحط بضايا متأثريش كده متأثريش واحدة عشان خاطر، يلا عشان بس مصممين ان احط تاني انا والله لا هحط ربع كيلو بس عادي، واعجب بقى حلو قوي كده، بقسماط ناعم كمان. لا انا عايزه اديله دقيق، الدقيق بيعمل له قوام حلو قوي كده، بيديله مطه، معلقه دقيق كبير. معلقه دقيق كبيره كده تعمل لي عمليه صمغ كده الحاجات دي كلها مع بعضها. ياكل نشفها كمان شويه، هي ممكن كده حلوه قوي احطها في التلاجه تبقى ممتازه، بس انا هنشفها كمان حبه كده. حطيت ايه، حوالي نص كوبايه من الدقيق، بس كده. تعالوا بقى كده ايه، بصوا الكميه قد ايه محترمه، تعالوا بقى نبدا بقى ايه عشان نشكلها. هسويها طبعا في طاسه تكون ايه، طاسه واسعه، طاسه واسعه، عشان ده عمال يلزق معايا، واجيب اكياس ثلاجه. طبعا هقدم جنبها بطاطس، انا جبت
قولي ربع كيلو، ربع كيلو من الفراخ البانيه. فراخ فيليه، فراخ فيليه من غير ايه؟ من غير اي حاجه، من غير عظم، من غير حاجه، فراخ فيليه. وبعدين حطيت بقى رغيف عيش فينو كبير كده، يعني كبير محترم مش اي كلام، وبليته شويه، ممكن تبليه وبعدين تعصريه. ماشي، وبعدين عليه بقى ايه، حطيت شويه بقسماط، شويه دقيق، بصلايه الاول، بصل وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وبيكنج باودر. بصل وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وبيكنج باودر، تمام. حطي عليه بقسماط كده، وبعدين زي ما شفتني كده طحنتهم كلهم مع بعض. هنحط كيس عليها ونضغط عليها كده عشوائي بقى. خليها تبقى زي ايه، زي المفتيك كده عشوائية كده. بس كده، وحطيت بيضاية، عجنت ببيضة، تمام. يبقى انا هنا عملت ايه، والاحسن طبعا تسيبي العجينة دي في التلاجة. ماشي، ممكن احط ده كده، تسيبيها في التلاجة الاول قبل ما نشكلها، ده بيسهل معاكي قوي. حطيها على صينية الاحسن ودخلي التلاجة. يعني بصي المراحل دي مهمة قوي، ان انا قبل ما استخدمها احطها في التلاجة، وبعد ما استخدمها احطها في التلاجة شوية برضو. دي بتفرق معاكي قوي في الشغل، بتديكي ان انت بالراحة. ممكن تعمليها قبل مثلا ما تيجي هتستعملي، تروحي ايه قبل ما تحمري بشوية، اعمليهم كلهم وحطيهم في الصينية، وخليكي مستعدية بيهم لأي تحميل بقى. عايز تحطي في فريزر حطي في الفريزر عادي، بس لازم تحطي بين كل مثلا اتنين فيهم كيس وبقسماط وفير، يبقى فيها بقسماط وفير. وبعدين تروحي عاملة ايه، تروحي تطلعها على التحمير على طول. فاحنا ايه بنعمل، يعني بص اللي باجي اعمله انا اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم، زيت سخن، ماشي اهو، لا تحمر شويه